اهلا بيكم في برنامج كوب 27 اللي من خلاله بنتابع كل التفاصيل والمعلومات عما يحدث في مدينه شرم الشيخ مدينه السلام في مؤتمر المناخ. اكون معاكم انا احمد الجعفري وزميلتي ساره اسماعيل. اهلا بيك يا ساره. اهلا بيك يا احمد واهلا بيكم كل متابعينا مستمرين مع حضراتكم في نقل كل الفعاليات من 6 ل 18 نوفمبر من شرم الشيخ. خلونا نبدا بالعناوين. الرئيس السيسي يعلن اطلاق المرحله الاولى لمشروع انتاج الهيدروجين الاخضر. مصر تحتل مكانه مهمه في ملف التغيرات المناخيه. مسؤول شركة ألمانية بدء أولى مشروعات الهيدروجين الأخضر بمصر سيكون مصدراً للعالم. وزير الخارجية يقول إن مصر ترغب في التزام حقيقي وواضح نحو خفض الانبعاثات. دي كانت عناوين الأخبار. خلونا ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم بالتفاصيل. وجه رئيس وزراء كرواتيا التهنئة لمصر على استضافتها المتميزة لقمة المناخ، مؤكدا أن مصر باتت تحتل مكانة مهمة على صعيد ملف قضايا المناخ في العالم. كما أثنى رئيس وزراء كرواتيا خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش فعاليات اليوم الثاني لقمة المناخ كوب 27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ على ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من موضوعات مهمة للغاية ووسائل قوية سوف تفيد العمل الدولي الجماعي. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يشارك اليوم برفقة رئيس وزراء النرويج بإطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بقدرة 100 ميجا وات. وأضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة مستقبل الطاقة أن كثير من الدول بدأت اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو وضع أهداف زمنية طموحة للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر كمصدر رئيسي للطاقة، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي أدركت مبكرا الفرص المتاحة في هذا المجال استنادا إلى إمكانياتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط والبعيد. أكد سامح شكري وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ أن مصر ترغب في رؤية التزام واضح نحو خفض غازات الاحتباس الحراري وخفض الانبعاثات والاعتراف بأهمية تكيف الدول النامية مع التغيرات في المناخ، إلى جانب أيضا توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من تحمل المسؤولية. أعلن مسؤول أحدى الشركات الألمانية المنتجة للطاقة المتجددة أن هناك تركيز على استخدام الهيدروجين الأخضر في ضوء وجود التمويل لضمان استمرار المشروعات التي تستهلك الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى الاهتمام الكبير لهذه المشروعات من قبل الاتحاد الأوروبي. وأضاف المسؤول الألماني في كلمته بجلسة الاستثمار مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر على هامش مؤتمر المناخ بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه من المتاح الاعتماد على شركاء تجاريين وبدعم الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لبدء أول مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر ليكون مصدرا للعالم أجمع من الهيدروجين الأخضر، وبالتالي سوف نطلق هذا المشروع ونبذل قصارى جهدنا لتحقيقه. دي كل التفاصيل والمعلومات عما يحدث داخل مدينة السلام مدينة شرم الشيخ في مؤتمر قمة المناخ كوب 27. بشكرك يا سارة. بشكرك يا أحمد وبشكر كل متابعينا، واستنونا بشكل يومي في برنامج كوب 27 لنقل كل الفعاليات الخاصة بمؤتمر المناخ. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.